اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المركب الجميل محمد السادس ديال كرة القدم. تنبغي باسم الجميع نشكركم لتلبية الدعوة للحضور لهذه الندوة الصحفية التي عقدها الناخب الوطني وليد الكراكي واللي غادي يعلن فيها على اللائحة ديال اللاعبين اللي غادي يشاركوا في كأس إفريقيا للأمم اللي غادي تنطلق 13 هذا الشهر إن شاء الله. لتذكير الإخوان اللي ماشي معنا، هذه الندوة تتبث كذلك مباشرة بالستريمينغ في الموقع ديال الجامعة الملكية لكرة القدم www.frmf.com. وبلا ما نطول عليكم، الكلمة الآن للناخب الوطني وليد الكراكي. السلام عليكم. أول حاجة شرف كبير نكون معاكم اليوم باش نحتيكم لا ليست ديال لو جروب اللي غيشارك في كاس افريقيا ان شاء الله في كوت ديفوار 2023. دونك غنديركم اون بريزونطاسيون ان بو جديده، اون ايساي دافونسي دو فير بروغريسي ان بو اوسي لي بريزونطاسيون. ابري يي اورا لي كيسيون، اون فو دونرا لو بروغرام ان شاء الله ديال لو ستاج و ديال لي ماتش اللي غنلعبو قبل لا كومبيتيسيون. دونك ان بو دو سيلونس. Merci. Donc voilà la liste ديال اللعابة اللي غيتشاركوا معنا ان شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.